بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من سلسله حلقات جيمس ويب تلسكوب الفضائي من طقطق لسلام عليكم. حلقه النهارده مع اول صوره تم يعني تحريرها من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، واللي اعلن عنها يوم 12 يوليو اللي فات جون بايدن او الرئيس الامريكي في مؤتمر علمي مهم جدا من البيت الابيض. على فكره الصوره دي بيسموها اول صوره من جيمس ويب الفضائي. الصوره دي طبعا يعني معجزه فعلا فلكيه. الصوره دي على بعد 4.6 مليار سنه ضوئيه. الصوره دي كل نقطه فيها عباره عن مجره، مش عباره عن نجمه. الصوره دي لحشد مجره اسمه اسماك 723. تم التقاط وتنفيذ هذه الصوره في 12 ساعه ونص. صوره زيها خدها تلسكوب هابل الفضائي في 5 اسابيع. طبعا في نقاط علميه مهمه جدا بيرصدوها العلماء وما زالوا بيرصدوها. كل الصور اللي هنتكلم عنها في الحلقات القادمه ما زالت تحت الدراسه وهتاخد مننا اسابيع ويمكن شهور في تحليلها وفهمها. بتبص مثلا على كميه الصور للمجرات اللي هي يعني بيسموها مجرات اوليه. هنعمل ايه بالصوره دي؟ هنقعد نعد المجرات الاوليه دي، لان في حاجه اسمها في علم الكون ستاندرد موديل، بيقولوا ان في بدايه الكون كانت المجرات كلها بتتداخل مع بعضها، بتتداخل او انها بتفضل اشتباك بينها وبين بعضها. فلو ان في عدد المجرات الاوليه دي طغى على عدد المجرات المتداخله، اذا ده هينسف فكره من افكار ستاندرد موديل بتاع علم الكون او علم تكوين الكون في الكوسمولوجي يعني. كمان حاجه ثانيه هتبص تلاقي في الصور بعض الكيرفات اللي موجوده وكانها دايره، دي بيسموها جرافيتيشنال لينس، يعني بعض القوى الجاذبيه للمجرات بتعمل وكانها عدسه مكبره. فانت لما تبص لي دلوقتي بشكل عادي شايفني بحجم الطبيعي، لكن لو بيني وبينك عدسه بتشوف وش اكبر وبتشوف تفاصيل اكتر في الصوره. فالصوره دي فيها جرافيتيشنال لينس ورتني وراها مجرات ما كنتش شايفها قبل كده. فالصوره دي فعلا بتوريني حاجات ما كناش شايفينها، فده سبق علمي في الصوره الاولى لتلسكوب جيمس ويب الفضائي. معلومه علميه بسيطه جدا في علم الكوسمولوجي او في علم الكون، بيقولوا ان بعد تكون الكون او البيج بانج بحوالي 400,000 سنه كان بدا ما يسمى بالتطور الزمني للكون. يعني كل ما الوقت بيعدي كل ما الكون شكله بيتغير. اذا كل ما كام الف سنه بيعدوا بتشوف كون مختلف، وبالتالي انا لما ارصد المجرات البعيده من حوالي 400,000 سنه لغايه حوالي مليون سنه بعد ميلاد الكون يعني ممكن افهم الفكره دي. طبعا مليون سنه ده حاجه رقم عبيط جدا بالنسبه لعمر الكون اللي قلنا عليه حوالي 13.9 مليار سنه. فانا برصد في فتره من 400,000 سنه لغايه مليون سنه ضوئيه في الفتره الزمنيه دي، ده المنتظر من ارصاد جيمس ويب الفضائي. لكن طبعا انا يعني لما ارصد مجرات على بعد 13.9 مليار سنه ضوئيه فانا برصد بدايه تكون الكون. بيقولوا ان في الفتره دي اللي هي من 400,000 سنه لغايه مليون سنه كان الكون عامل زي الشوربه الفضائيه، بيسموها حتى كده يعني سواب سبيس، ان يكون كوكتيل من المجرات والنجوم والماده الكونيه وحتى الماده الاوليه اللي هي البارتكلز اللي موجوده الاوليه. فالفتره دي فيها لغز كبير جدا في فهم ازاي الكون اتشكل. فمن ضمن المهام يعني اللي منتظره من صور تلسكوب جيمس القادمه تفسير الفترة دي من بداية الكون، لأن لو فهمتها هفهم الكون رايح على فين بعد كده. في أسئلة بيسموها أسئلة عملاقة، أسئلة كبيرة من منتظرة من الصورة دي تحديدا ومن الصور اللي جاية من تلسكوب جيمس ويب الفضائي. كمان حاجة مهمة جدا في بداية الكون كانوا بيقولوا إن الكون كان متجانس. يعني إيه متجانس؟ طبعا كانت كثافته عالية جدا، المادة قريبة قوي قوي من بعضها، فكان بيسموها نوع من السيميلاريتي والهوموجينيس، يعني في متجانس ومتماثل. فالفترة دي مهمة جدا لرصدها عشان نشوف ازاي الكون شكله دلوقتي خد الشكل اللي احنا عليه ده. فده الصور بتاعت او صورة زي قدام حضراتكم دي من تلسكوب جيمس ويب الفضائي هتفسر او هتفك شفرة الكون المتجانس وقت بدايته، وان ازاي كانت كثافته عالية جدا واصبح كثافته بالرقم اللي احنا موجودين عليه دلوقتي او بالشكل اللي احنا موجودين عليه دلوقتي. اشكركم على المتابعة في الحلقة دي واشوفكم في الحلقة الجاية في نقطة جديدة من حلقات جيمس ويب سبيس تلسكوب من طقطق. لسلام عليكم.